المهم اخوتي، كما كتلاحظوا معايا في الصوره، يعني في وقت ديال الليل خديت هذا الفيديو. هذا الدوار سميتو دوار مي محمد او الزرايب، يعني كيقولوا له جوج اسماء، كاين تسمي جماعه بركشه ونعمالة او اقليم وزان. وبالنسبه للدوار سواء مي محمد يعني الزرايب او لاريغاب، جوجهم كاين تسميو بركشه. الفيديو ديالو ما ان شاء الله غنتعرفوا على هاد الدواور هذا. كنتمنى الدعم من القناه فضلا منكم وليس امرا، كما كنتمنى الفيديو ديال اليوم النار رضا ديالكم ولقى الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم مره اخرى. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم فيا ديالي، كاملين لاباس عليكم؟ الصحه مزيانه؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على القلوب ديالكم. ما تنساوناش الدعم والتشجيع سفرة، قلت انا اخذكم ان سفر بكم معايا في الطريق ونستمتعوا جميعا. على العموم اخوتي، الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم جوج دوار يعني اللي دوزنا منه. الدوار الاول بني محمد يعني الزرايب، كيقولوا له بني محمد اما الزرايب، والدوار الثاني سميتو اريغا. المهم غنشارك بعض المناظر الطبيعيه، وما تنساوناش يا اخوتي ما الدعم والتشجيع فضلا منكم وليس امرا. وان شاء الله كنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على القلوب ديالكم. خليكم مع الفيديو. مرحبا بكم معايا اخوتي في الجوله ديال اليوم اللي هي جوله خفيفه وظريفه، كنتمنى تكون ايضا خفيفه وظريفه على القلوب ديالكم. وحنا راجعين في الطريق كنصادفوا يعني مجموعه من المحطات ومجموعه من المناظر الطبيعيه، وايضا كنصادفوا دواوير اللي ما كنكونوش عارفينها وكنتعرفوا عليها، وايضا انتما ما كنتوش كتعرفونا وليتو كتعرفونا وحنا ولينا كنعرفوكم. وشكرا لكم مره اخرى، ومرحبا بكم معايا اخوتي في الفيديو ديال اليوم اللي كنتمنى يكون خفيف وظريف على القلوب ديالكم. وهذه هي الطوموبيل ديال صحاب الباديه كما كتلاحظوا معايا بالبرداع والشواري، ما كتحتاج ليسانس، ما كتحتاج مازوط، غير شي بالا نقولوا لا زاد في المازوط ولا في ليسانس، الحمد لله غراتويت. ايوا المهم اخوتي، غنبداو الجوله ديالنا من الزرايب. هاد الدوار سميتو مني محمد اولا الزرايب، غندورو وغنمشيو عند الساراو. كنتمنى المساريه ديال اليوم يعني تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. دابا غنمشيو واحد الدوار اللي جا صدفه، دوار ريغه، واحد واحد المنطقه جبليه كنسمي جماعات ابريكشا. حتى هما عندهم المنبع ديال الملحه، ولكن الملحه ديالنا كيقولوا احسن يعني من ناحيه ديال الجوده. كما كتشوفوا معايا اخوتي في الصوره، يعني الطريق والطريق راه باينه في بيسا، لان الكاميو في الاولاني دايس وراه غبر علينا، يعني شادين السراجين باش ما تخشي الغبرانيه يعني وسط الطاكسي. وهذه هي المنطقه ديالنا، وهذه هي البلاد ديالنا، وهذا هو يعني الجو ديال البلاد ديالنا اللي كيكون صراحه ارتفاع درجه الحراره في الصيف راه ما تقدرش تنعس وما تقدرش ما تشربش كل دقيقه او الاقل من دقيقه. وصراحه كيكون واحد الجو اللي هو جاف، اسباب يعني ما كاينش تما البحار، ما كاين واد، الماء حتى هو يعني كيبقاو يقطعوه بالسوايع باش يتغلبوا على الدواوير اخرى، وباش يطلقوا جميع الدواوير ويعملوا الخطر للجميع، مع ان هذا تفكير خطأ، لان كاينين مناطق كيطلقوا لهم الماء 24 ساعه 24 ساعه، وكاينين بعض البلايص اللي كيشدوا عليهم الماء للاسف. والانسان في شهر 8 و7 هو اللي كيحتاج الماء بزاف، في الشتاء يشدوه وفي الصيف يطلقون الناس يعني الماء باش يستافدوا من داك النعمه. كيخلصوا الناس علاش الماء، علاش كيدخلوا الماء للديور؟ باش كيتهناو من السقيان ديال الماء. المهم اخوتي، نرجعوا للموضوع ديالنا والجوله ديالنا. كما كتشوفوا معايا امتزاج اللون الاصفر واللون الاخضر، حضم يعني الارض اللي تحرتت في فصل الشتاء وكانت كامله خضراء، يعني صفار داك الربيع وداك الزرع وقطعوه ورجع اللون ديالو اصفر، وبقى فقط لون الأشجار اللون الأخضر اللي كيعبر على واحد الجمالية وكيعطي واحد الصورة فوتوغرافية جميلة. ودائما كنتمنى أننا نكون ضياف خفاف على القلوب المشاهدين والمشاهدات، ضيوف مرحب بهم أينما حللنا وارتحلنا. وشكرا لكم أخوتي مرة أخرى على الدعم والتشجيع والمساندة، وكنتمنى يعني الفيديوهات ديالي يلقاو أذان صاغية، وايضا الانسان يتفاعل وعملوا لنا لي لايك. ما كدعملوا لنا شي لي لايك ما عارفينش علاش، حتى المشاهدات صراحه طاحت، ولكن كنضلوا فقط النضال. بقى واحد نسبه مئويه اللي هي ضعيفه اللي كتعطينا يعني الطاقه الايجابيه، وباننا كنخدموا من اجل نعرفوا بالمناطق ديالنا اللي كتستحق ان الانسان يعرف بها،
وأن الناس يعرفوها لما لا، ولو حتى الإنسان إلا بغى يجي يزورها فمرحبا ألف مرحبا. فنزيان الحمد لله ناس الكرم والجود، وكيرحبوا بالضيوف حتى إلا جا شي واحد. أنا متأكدة عاد عجبكم الدنيا، والحمد لله على نعمة الله. مهم أخوتي نكملوا الجولة ديالنا. هذه هي ريغا كما كتلاحظوا معايا في الصورة. بعد ما نوصل لواحد المكان وغنوقفوا، هنهبط ونشارك معكم ونصور لكم الدوار، جزء من الدوار فقط. وهذا الشيء ما كاين اخوتي، ودائما كنتمنى اننا نكون ضياف خفاف واننا نفيدكم، انكم تستفدوا معنا، وحتى انا كنستفد معكم مجموعة من الأشياء لم أكن أعرفها. والحمد لله اليوم وليت كنعرفها. وخليكم أخوتي مع الفيديو ومع دوار ريغا. وهي اخوتي هذه هي ريغا كتشوفوها معايا، نسنا صدفة ونشارك معكم خاطر الدوار كما كتلاحظوا معايا. بالنسبة أنا هنا ما عندي مشي لما عندي فقط البيان، ما عندي مشي العيون كما كتلاحظوا معايا اخوتي. المهم الديور كتلقى السيما، كتلقى الضرب التراب، هذاك عامل داك السطح. المهم هذه أحد ضواغر جماعة بريكشا ريغا. يا ريغا وبرزقين دايما حاضر معانا. كاينة هاد الحجرة هادي كبيرة. هذه كبيرة هاد الحجرة هادي، بقيت دوار كبير. المهم شد لكم غير هاد الجزء. هاد الدار مسكينة طاحت، شوفوا معايا طاحت مسكينة. استراجم كيعاني من داخل حتى تيقرب. يبان لي كانوا كيعملو كيشدوهم غير بالخيط، ملي كان الأمان شفت استراجم. شوفوا معايا تسطيحة، شوفوا معايا رجلات كيعاملين. خدم معايا خوتي، هذه هي الحياة البسيطة. صراحة كان الأمن والأمان. هذه الهندية مرضت، ما لقينا شي كان ياكلو الهندية، حتى حنا بحالكم خصنا نبقاو نشريوها في البلدية. المهم نمشي داغي على حساب الطاكسي هيجي باش ما نعطلوش نصور. هاتي العين كما كتشوف معايا ما عندهمش العيون، عندهم غير البيار، يعني كيشربوا غير المبيار. شوف البير مبني بالحجر كما كتلاحظوا، وي ماشي اللي كاين كيعملوا هنايا باش كيصبنوا اولا شي حاجه. وي ماشي اللي كاين، هذه هي ريغا خوتي. وخليكم معايا من واحد الاطلاق كما كتشوفوا الخلا ديالهم. استعانه بالفانير من اجل نقل المياه، اي حاجه ثقيله ضروري. المهم اخوتي انتما كتشوفوا معايا، هذا هو الدوار ديال ريغا، وهذا وهذيك هي الجامع. يعني ضروري من التواجد ديال المسجد. والكلاب من أجل الحراسة، شوفوا معايا. المهم أخوتي نخليكم معانا تنكملوا الجولة ديالنا. أنا أنتمي لكم هذه، شوفوا معايا في لوحة الموسمية. المهم أخوتي دابا نمشي الطاكسي ديالي. الطاكسي جا، نمشي أنا الطاكسي الطاكسي ديالي. وهداك ديال الضو وبروزقين فوق هاد الشجرة هادي يا خدام. ايوا حنا كنشوفو. المهم اخوتي بعد ما سالينا، يعني الطاكسي مشى يهز غير البلايص من داك الدوار هذاك، راجعين مع بحالنا عفوا. وهانتوما كتشوفوا معايا الطريق، وكنحاول نشارك معكم الطريق وتعرفوا على المغرب. المغرب ديالنا كبير ما شاء الله والحمد لله، وايضا كنلقاو فيه مجموعه من التضاريس، كنلقاو فيه اختلاف بين الجهات، اختلاف في المناخ، اختلاف في الثقافه، اختلاف في العادات، اختلاف يعني في الحياه المعيشيه ديال الفرد. يعني كاينه مجموعه من الاختلافات، وهاد الاختلافات كاينه منها اللي سلبيه، وكاينه ايضا اللي ايجابيه. وكنتمنوا الخير ودائما نتفائل خيرا. وهذه يا خوتي دابا ملي خرجنا كنخرجوا الشانطي اللي هو رئيسي كيجمع بين الجماعه ومجموعه من الاماكن الاخرى. وهذه هي الزرايب، وهذه هي الجماعه ديال الزرايب. صراحه في الليل كتكون واحد الاضاءه فيها مزيونه، ولكن صورت الفيديو صراحه ديال الجماعه بالليل وما رجعتش نقلب عليه.
ولكن المهم هذه هي الزرايب. اذا ان شاء الله الى كتاب دابا نصور فيديو خاص بالزرايب، خاص غير يكون غير التفاعل، اما نشارك معكم مجموعة من الدواوير تعرفوا عليها وعاد اكتشفوها، ويعني وعاد يزيد الرصيد ديالكم المعرفي بالمناطق المغربية. المهم اخوتي هذه هي الزرايب، ودابا نخرجوا من الزرايب في اتجاه طريق واحدة اخرى. كما تشوفوا معايا الطريق يعني كما راه شنو كنلقاو فلاحات يعني موسمية، كنلقاو بعض المزروعات اللي كتميز بها كل منطقة عن منطقة اخرى، كنلقاو يعني المواشي، الناس كيرعاو المشية ديالهم، كنلقاو انهار للاسف اللي نشفت وفقدناها وافتقدناها، كنا كندوزو فيها اوقات فصل الصيف كيمشيو الوليدات كيلعبوا، ولكن الحمد لله مؤخرا يعني تم للأسف يعني الحرمان ديال الساكنة من هذه النعمة، هذه اللي هي نعمة الماء. كون كانوا كيبذلوا واحد المجهود في الفلاحة كما كيبذلوه في الفلاحة هذه، كنا متيقنين بأن الناس كانوا يكونوا أكثر غنى وأكثر يعني المناطق فلاحة، لأن التربة ديالها تربة جيدة وكتعطي المحصول الزراعي. ولكن للأسف معظم السكان كيتجنبوا الفلاحات ديال الزراع والفول والحمص، لان بالنسبه ليهم واحد الفلاحه اللي ما كتغنيش، وبانها كان عاد كتعطيهم واحد القوت اليوم، يعني كيخدموا على كرش فقط، والانسان دائما كيقلب على شي حاجه اللي كتدخل لك فلوس بزاف، ولكن كيقول لك قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع ولا ما عرف. مهم بحال هذا الشيء هذا. المهم اخوتي هذه هي الطريق كما كتلاحظوا معايا، صورت معكم هذا الجزء هذا فقط، ودائما يعني كنتفائلوا خير في المستقبل ان شاء الله يا رب، دائما نتفائل هذا الجمر. ودابا نمشيو للواد، لاحظوا معايا دابا نقطعوا الواد ناشف، ما فيه حتى شي نقطه ديال الماء كما كتلاحظوا، ناشف مره بحال ما كاينش الواد، يعني طريق عاديه كنقطعوها، شحال هادي كان كيكون عامر، ولكن اليوم للاسف يعني نشف في مره. الله يعمل تاويل ديال الخير وصافي، والله يعطينا على قد النفع كما كيقول اخر، والله يعفو على الجميع يا رب. هذه هي المشيه كما كتشوفوا معايا، الناس كيراو المعيزه ديالهم، الكسيبه ديالهم، القر ديالهم، وكيقيلوا في الواد باش ما كيرجعوش للدار، وباش يعني الكسيبه كذا تكون مزيان وكتشبع. ومهم اخوتي كنظن وصلنا على النهايه ديال الفيديو، ما باقي شي بزاف، كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال رضاكم ويلقى الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش يا اخوتي ملي لايك، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، وايضا ترك تعليق محفز، وتقديم ايضا المقترحات من عندكم والملاحظات ديالكم، لان الملاحظات ديالكم كتنفعنا. الى اللقاء اخواني اخواتي، الى جولة قادمة ان شاء الله.